الثقات والأثقال فإذا طالت غيبته عليها تركت كل ما لديها وخرجت تتلمسه في مكانه الذي تعود الذهاب إليه وقلبها يخفق من شدة خوفها عليه حتى إذا رأته مستغرقا في وحدته منجمئا على فكرته رجعت ولم تكلمه لئلا تقطعه عن خلوته وتبقى منتظرة بموعد عودته لتعمل جاهدة على إجالة وحشته وإلى خل سرور إلى قلبه والسعادة إلى النفس ولقد كانت خديجة رضي الله عنها صديقة الفراسة صائبة النظرة صافية الفكرة وكانت على ثقة من أن رجلا كزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين يحمل هذه الروح العالية والنفس السامية والفضائل التي معرفتها قريش بأسرها يضاف إلى ما نقله إليه عبدها مما سبق ذكره وتقدم نشره كانت على ثقة من أنه سيكون له شأن عظيم يتحدث عنه المسافر والمقيم وسيحدث في التاريخ أمرا تهتز له الدنيا عجبا وتيها وفخرا فما جل عيناها الصادقة الهنونة التي ترآه في هبين وتباشر سؤونه وما أعظم قلبها العتو الذي يجوده بالرئاية ويفق له فرحا منتظرا يومه الذي تنصب له فيه راية وينصر له مرسوم دار الولاية الله أنشر نفعك رضوانها وامدنا في الأرض التي تدعيها ورسل الزوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومرت الأيام على هذا النظام فما أكمل الأربعين على التمام حتى جاء اليوم الذي هيأته القدرة الربانية بإبلاغ رسالة السماوية وهو بحدث التعبدية بعد أن مهدت من قبل الأسباب وتفتحت لذلك الأبواب فأتاه في ذلك المقام في اليقظة لا في المنام رسول الملك العلام وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ولست من جلة القراء فأخذه فغطه وما ترك حتى بلغ غاية الجهد والعياء ثم عرف القراءة مرة ثانية فامتنع فغدوا وغدوا وما تركوا إلى بعد ما كاد يقع وفي ثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان وأيدته بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بعد أن شهد مشهد كرامته وفؤاده يرجف من هول ما رآه وشدة ما سمعه فقرأه والكاد ينخلع لولا تثبيت مولاه وقال زملوني زملوني فزملته فلما ذهب عنه الرأو حدثها قال لها لقد خشيت على نفسي فداه أبي وأمي ونفسي فقالت كلا والله لا يهزيك الله أبدا إن الله سيكتب لك إزا ومجدا وسددا فرحمك موصولة ويدك لضيفك مبذولة تحمل كلا وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق كل مخلوم واثبت يا ابن العم فلك البشرى والله لقد كنت أعلم أن الله لا يفعل بك إلا خيرا وإني أشهد أنك النبي هذه الأمة المنتظر وهذا زمانك إن شاء الله قد حضر وقد أخبرني الناس والغلام وبهير الرحم بخبرك المبين وأمرني أن أتزوجك قبل 20 من السنين اللهم انشر نفحات رضواني عليها
وبنتنا بالأفراد التي أودتها لديها اللهم صل على ذوي الغدمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثمن دقت به الى ورقه ابن نوفل واخبرته بالتفصيل فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثني بفضلك ايها سيد النبي فهذا بما حدثه بما راه وسمعه من سيدنا جبريل فقال ورقه هذا والله النام الجليل الذي كان ينزل على موسى رسول بني اسرائيل يا ليتني أكون هاجرا وامدا لدعوتك وناصرا وبيرة أنا سينا حدثت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة إذا جاء صيدك بالوحي فأخبرني بخبرك فأخبرني بخبره فلما جاءه أخبرها فقالت Idris ala syakir al-main aiman fajalasa faqalat atarhu al-an faqala na'am qalat fatahawala fajlis fi hijri fatahawala fajalasa fi hijriha faqalat atarhu al-an qala na'am farafat kimaraha an rasiha wa qalat atarhu al-an qala la faqalat fahadhi syaitan ada malakun malaikatir rahman wa tawi baitiha jabra'il walidhir rubi bil umurir tiyahu fa'amakat anhal kimaru litadri hanya ahwal wahyu amhual ikhma fahtafa inda kasbiha rosa jibril fama ada awidal gito bahkan antafalu dalikah tiyahkan lidiniha wa ziyadata fi yakiniha amma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad kana wa sakabi dzalikal khitab duna syakin au turudin au awirtiya awirtiya wa sallallahu alaihi wasallam wa alaiha wa sallam Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anha wa anna wa ankum wa fi tilkal lahdhatil karimah sa'idatid dunya birrisalatil azimah wa min dhalikal jabalil mashhud fi dhalikal yawmil maw'ud tala'at syamsul wujud fa fadat nuran jadidan wastaqbalal 'alamu subahan sa'idan laqad kana hadzal 'alamu yastaqbilu kulla yawmin sabahan walakinahu la yara fihi lil ummati khairan wala falaha wa ma akthara an-nahara al-mudlim was-subha al-kadhib al-mu'tim lakin min hadha al-makan al-mutawaddi wa 'ala dhalika al-jabal al-rasikh alladhi laysa bimughsibin wala shabin tamma ma lam yatimma fi 'awasim al-'alam al-kabira bimadaniyatihi wa hadaratihi ash-shahira wa madarisihil fahmah wa makatabatid dhahmah id mandallahu ala hadhihil ummah bi risalati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kashafa anha al-ghummah wa jalla dhulmah fa tala'a subhul musyriku sadiq wa istayqadha fihi al-kawnu ba'da an kana fi ghaflatihi gharik wa ta'arrafa 'ala al-miftahin nabawi alladhi yaftahu kulla 'aqlin mudawi fa dhaharat lahu shana'atu syirki wal wataniyah wal khurafati wal awhamil jahiliyah fa tahaddabat tilkal quwal jamihatu kulla tahdhib wansaqalat tilkal mawahib ad-dha'iatu bihadhil habib وتقلبت بين مقام الترغيب والترهيب فتدفقت كالسيل واشتعلت كاللهيب حتى كانت راعي الإبل رأي الأمم وخليفة يحكم العالم وإليه يحتكم وأصبح فارس القبيلة والبلد فاتح الدول ذات المجد والعدد فكثر العدل وانتشر النور وقل الجدل وفقدت الشهادة الزور وتبدلت الأحوال إلى أحسن حال فالتاجر أمين صدوق
والغني سخي مرزوق والفقير شريف كادح والعامل مجتهد ناصح والرئيس متواضع رحيم والخازن حفيظ عليهم عليم والقاضي عادل فهيم فظهر في ذلك المجتمع صدق التاجر وأمانته وتعفف الفقير وكدحه واجتهاد العامل والنصح وسخاوة الغني ومغاسته وعدل القاضي وحكمته وإخلاص الوالي وشفقته وتواضع الرئيس ورحمته وقوة الخادم وحراسته فكانت تلك البعثة للعالم ربيعة وللإنسانية خصبا وريعا. اللهم انصرنا بعد رضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أوردتها لديها. اللهم صل على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اهتز الله هذه الجوهرة المسونة والدرة المكنونة بمجايا أدية دتير وحصال حميدة. فمنها أنها هي التي طلبته وإلى الجواج بها دعته وأنها أول امرأة يتزوجها ووليمتها أول وليمة يصنعها وعاشت معه بقية أمرها ولم يتزوج بغيرها حتى ماتت بعد أن رأى خالص برها ودفنها بمكة ونزل هو بنفسه في قبرها. وقد أسارته 24 سنة أحسن إسرة ورفقته عبد الربق وألفته أنظم ألفة وصدقته أوفى محبة وكانت لا ترى منه ميلا إلى شيء إلا بدرت به إليه وقدمته هدية بين يديه وقد رأت منه قبل البعثة النبوية ورغبة في مولاها زيد بن حارثة قوية فما كان منها إلا أن وهبته له بنفس راضية سخية فكان إلى حضرته من المنسوبين وكتب في ديوان المسعودين وفاذا بالأولية مع السابقين تصرف بمحبوبية سيد المرسلين. اللهم انصرنا بهذه الديوان عليها ومن جناب الأسرار التي أوردتها لديها. اللهم صل على زوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن خصائصها التي دلت بها على مراتب الشرف والكمال أنها أول من آمن به من النساء والرجال فصدقت وآزرت وعانت وثبتت وخفف الله بسبب إيمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هم وفرج عنه ما أصابه في الدعوة من ضعف ونكد وغم فكان لا يسوء شيئا من زمرة الإلحاد من تكذيب وجحود وعناد ويرجع إلى السيدة خديجة إلا ويجد عندها كل هدى وسداد فتهون عليه الرزايا وتواسيه وتبعث الطمأنينة إلى نفسه وتسليه وتمنحه العطف وتبشر بما سوف تراه فيه وتشجعه وتؤيده بكل خير تمنيه. اللهم انصرنا بهذه الرضوان عليها ومدنا بالأسرار التي أوردتها لديها.
اللهم صل على سيدنا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقد ثبت أنها رضي الله عنها صلت معه عليه الصلاة والسلام وتشرفت بمن قبت الوضوء واستقبال البيت الحرام فكان جبريل عليه السلام قد علم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة قبل أن تفرض خمس الصلوات ليلة المناجاة وكان يصلي صلاتين مرة في العشية ومرة في الغداة وقد روي عن يحيى بن عفيف عن أبي أنه قال جئت زمن الجاهلية إلى مكة فقدمت منها أيام الحج ونزلت على العباس بن عبد المطلب فلما طلعت الشمس خرج رجل من خباء قريب منا فاستقبل الكعبة وقام يصلي فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الرجل فرعى الغلام والمرأة فرفع فسجد فقلت يا عباس أمر عظيم فقال أمر عظيم أتدري من هذا قلت لا فقال هذا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أخي أتدري من يا غلام قلت لا قال هذا علي بن أبي طالب أتدري من هذه المرأة قلت لا فقال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي وهذا حدثني أن ربك رب السماء والأرض أمرهم بهذا الذي تراهم عليه وأيم الله ما علم ولا ظهر الأرض كلها أهدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قال عفيف الروي فليتني كنت أمنت يومئذ فأكون رابيا اللهم انصر نبات رضوان وجهها وعزتنا بالصلاة التي أودعتها لديها اللهم صل على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من خصائصها عليه الرحمة والإكرام أن أبن سيد المصطفى بالتمام كما جاء في حديث سيد الأنام أنه قال سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون وفي رواية أن سلامه مرفوعة حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خالد وفاطمة بنت محمد وآسيا هو حديث ثابت بلا مراء وقد حرم بإسوة أجلة العلماء وفي رواية صحة ثابتة لا يشك فيها إثنان أنه صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة وقد روى هذا الشيخان والحديث في هذا الباب كثيرة وهي معروفة في أصول كتب السنة الشهيرة وكلها متفقة في مجمعها بيقين على أن مريم وخديجة وفاطمة وآسية هن أنساء العالمين رضي الله عنه أجمعين والخلاف بين العلماء في تعيين أولاهن والموازنة في الأفضلية بينهن واجتهد بعضهم في تعيين واحدة وتكلف التأويل وجمع ولا أرى في ذلك فائدة اللهم انصر نبات رضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها عليها اللهم صل على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خصائص الشريفة ومناكبها المنيفة أن كل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتكون عنها بل عن مرية القبطية التي أهداها له مقوقس مصر وإسكندرية وقد ولدت لخير البرية ستة من الذرية الأول القاسم وهو أكبر الأولاد وبه كان صلى الله عليه وسلم يتكنى بين العباد وهو أول من مات من ولده ودفن في باد الأقوال بمكة بلدي والثاني عبد الله ويقال له الطاهر والطيب لأنه ولد في الإسلام ومات صغيرا بالبلد الحرام والثالثة زينب وهي أكبر بناتي وقد ولدت قبل بسدي وتجوزها أبو عاص ابن ربي وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته وتوفيت في أول عام سالة ثمانية من هجرة المصطفى ودفنت في جنة البقيع وقبرها هناك لا يخفى والرابعة رقية والخامسة أم كلثوم وقد كانت تاتا ولدي أبي لها لهب وتب قد بابهما أرسل الغضب فقال لوالديها رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا بناتي محمد صلى الله عليه وسلم صاحبي هذا الكلام يكسر بذلك إيذاءه عليه الصلاة والسلام ففارقهما قبل الدخول عليهما ولم يصل بفضل الله إليهما فكان ذلك كرامة إلهية لهما وقد تجوزت رقية بسيدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة فرارا بالإيمان ثم رجعت وهاجرت معه إلى مدينة الصفي وماتت يمله بهجنة الباقي ثم تجوز بعدها أختها وهي أم كلثوم وماتت عنده أيضا وقبرها في البقيع معلوم فيكون قد تجوز من بنات النبي صلى الله عليه وسلم إثنتين ولذلك استهرى بين الأنام بذي النورين ولو كانت هناك ثالثة لمن بها عليه سيد الكونين والثالثة فاطمة الغراء المعروفة بالبتول والزهراء أم الحسن والحسين أهل الرضا وزوج الإمام علي المرتضى الذي أحسن إسرتها وأخلص لها حبها ولم يتجاوز عليها حتى قضت إنه نحبها وكانت وفاتها سنة 11 من الهجرة النبوية بعد أن عمرت 30 سنة قمرية ودفنت بالباقي على أصح الأقوال المروية وقيل دفنت ببيتها الذي بجانب الحجرة النبوية وهو في المسجد الآن وليس في ذلك رواية مردية وبهذا تعلم أن بناته دخلنا بالإسلام وهاجرنا معه إلى المدينة من بلد الحرام فهؤلاء جملة أولادي منها رضي الله عنهم أجمعين وحسرنا في زمرتهم مع رسول رب العالمين آمين. اللهم انشر نبات رضوان عليها ومن جناب الأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل على زوج الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى أبدا ودها ويفض فعل أهدها ويبعث لهم بما يأتي من هدايا ولا يتركهم إلى قسم بين أصحاب العطايا وقد يشهد بنفسه ثم يقضي أعضاءها ويحس بها أصدقائها وأقربها فإذا غرت السيدة عائسة ولم يتحمل ذلك قلبها قال لها صلى الله عليه وسلم إني رجكت حبها فأنا أحب من يحبها. اللهم انصر نبهات رضوان عليها ومن تناب الأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل على زوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن فضائلها المروية عن أئمة المحدثين الكبار في كثير من كتب السنن والسير والآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها وينشر بين الجميع طيب خبرها وحسن برها وينثي عليها أحسن الثناء ويستغفر لها الله ويكثر لها من الدعاء ويتحدث عما لها من الشرف والفضل والكمال ويسترسل في ذلك الحديث دون ملل ولا طال فإذا سمعته السيدة عائشة يتحدث عنها غارت أشد الغيرة منها وقالت ما هي إلا حمراء الشنقين عجوزا كبيرة وقد عوضك الله خيرا منها شابة صغيرة فكان يغضب من قولها ويخاصمها عن منها لقد آمنت لي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء وقد جاء في بعض الآثار المروية عن السيدة عائشة الصديقية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة باهتمام فاحتملتني الغيرة وقلت فيها ما لا ينبغي من الكلام فتغير وجهه تغيرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي عليه وسقطت في جلدي وندمت على إساءتي بذلك إليه وقلت اللهم إن أذهبت غيظ رسولك الآن لم أعد لنا في فضل خديجة رضي الله عنهما ذلك الخبر ولولاها ما كنا وقفنا له على عين ولا أثر اللهم انصرنا بهات الردوان عليها وامدنا بالأسرار التي أوردها لديها اللهم صل على داودها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإن فضلها عليها الرحمة والإكرام أن رب العزة أرسل لها مع جبريل السلام فقال يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء به دام وطعام فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومني السلام فلما بلغها قالت الله السلام ومنه السلام ولجبريل السلام فقد ثبت ذلك عن الشيخين في كتابهما المعروفين الصحيحين اللهم انشرنا بهات الردوان عليها وامدنا بالاسرار التي اوردها لديها اللهم صل على سيدنا الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن خصائصها رضي الله عنها ما راه شيخان ان جبريل بشرها ببيت في الجنان إذ قال ذلك الملك المكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صحب به ولا نصب وشرفها الثابت بالتحقيق وشكر لها مواقفها معه في الإيمان والتصديق فما أعظم أخلاقها القويمة وسيرتها المستقيمة التي هي عين أوصاف المؤمن الكريم كما أخبر عنها الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ قال إن من أخلاق المؤمن قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وشفقة في فاقة وتحربا عن طمع وكسبا في حلال وبرا في استقامة ونشاطا في هدى ونهيا عن شهوة ورحمة للمجهود وإن المؤمن لا يحيف على من يفقد ولا يأثم في من يحب ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يطعن في الزلازل وقورا في الرخاء شكورا
فكأن هذه الأوصاف والأخلاق منطبقة على سيدة خديجة رضي الله عنها تمام الإطباق. عليه وعمدنا لديها. اللهم صل على جودها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك لي. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب البشرى من المؤلف السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي رضي الله عنهم. والحاصل أن فضائلها لا تعد ومناقبها لا تحد. وما أساء أن يقال في من وصلها سيد ولد أدنان وأشاد بذكرها على رؤوس الأعيان ورفع شأنها بين النساء على كل شأن وذكر فضلها وشرفها ثابت بالتحقيق وشكر لها موافقها معه بالإيمان والتصديق. فما أعظم أخلاقها القويمة وسيرتها المستقيمة التي هي عين أوصاف المؤمن الكريم كما أخبر عنها الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ قال إن من أخلاق المؤمن قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وشفقة في مئة وحلما في علم وقصدا من غنى وتجملا في فاقة وتهرجا عن طمأ وكسبا من حلال وبرا باستقامة ونشاطا في هدى ونهيا عن رهوة ورحمة للمجهود. وإن المؤمن لا يغيب على من يبغض ولا يأثم في من يحبه ممن يحبه ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يدعن في الزلازل وقورا في زراء شكور. فكأن هذه الأوصاف والأخلاق منطبقة على سيدة خديجة رضي الله عنها تمام الانطباق. اللهم انشرنا بحال رضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أوردها لديها. اللهم صل على زوج الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك لي. ولما تمت لها الكمالات الباهرة وتوضنت الزانية ذاتية السامية العلية الفاخرة وامتدت أنوارها وآياتها المتكاثرة توفيت رضي الله عنها في يوم 11 من رمضان قيل هجرة سيد ولد أدنان بثلاث سنين على الأصح من الأقاويل وقيل بسبع على ما قيل ولم يصلي عليها الصلاة والسلام لأنها لم تشرع الصلاة على الميت بذلك العام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وسوى عليها ترابا وأحسن نزولها وهي فضيلة لها دون غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين إلى يوم الدين. وكان لها من العمر 65 ودفنت بمقبرة المعلى المعروفة بالهجون. وهذا وإن كان قد ثبت بطريق الأحاد
illa annahu istahara kullu istihara istihari baina kafatil ibad. Allahumma ansurna bahati ridwani alaiha wa middana bil asrar allati awdadaha ladaiha. Allahumma salli ala dawdi al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haishu tasarrabati asma'u bi zikri ahwaliha wa bayani fadailiha bi nasri azariha usna binna an nahtima dhalika bidu'ai mutawajjihina ilallahi rabbil alamin qasidina mukhlisina qailin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta ahaggu man dhukira wa ahaggu man ubida wa araf wa ra'fu man malaka wa ajwadu man su'ila wa aswa'u man a'ta. Antal maliku la syarika la wal fardu la niddala kullu syai'in halik illa wajhika la tuta'u illa bi'izanika walan tu'sa illa bimilkika tuta'u panaskuru wal tu'sa panaltal panalfiru agrabu syahidin wa adna hafidin hulta dunan nufusa wa akhazta bin nawasi wa katabta al-azhar wa nasahta al-ajal al-guluba laka al-mufdiyah wa sirra indaka alaniyah al-halalu ma ahlalta wal-haramu ma haramta wal-dinu ma hasyara'ta wal-amru ma faddalta wal-hulku khalquka والعبد عبدك وأنت الله الغفور الرحيم نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تجيلنا وتجيرنا من النار وبقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ونعوذ بك من أثرات اللسان وغفلات الجنان ومن أثرات الزمان ونسألك اللطف فينا قضيت وقدرة والمعونة على ما أمضيت وأستغفرك من قول يعقبه الندم نزم أو فعل تزيل به القدم فأنت ثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوس أمره إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك آمين. توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح مسامع قلوبنا آمين. لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نحشاك وكأننا نراك وعبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تسكنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الظن وحسن الخلق. اللهم أغننا بحلالك عن عزامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء وعضاد الداء وهيبة الرجاء
Allahumma zahhir qulubana minan وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وباركنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا وارحمنا اذا توفيتنا وسامحنا اذا حاسبتنا ولا تسلبنا الايمان وقد هديتنا اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها تسملنا وتلم بها سملنا وترد بها البدن عنا وتصلح بها حالنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بنا شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة تنال بها شرفا كرامتك اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء اللهم هد بأيدينا في مضائق واكشف لنا وجوه الحقائق ورفقا لما تحب وترضى واعصمنا من الزلل ولا تسلبنا بتزكى إحساننا وقنا مصارع السوء وقنا كيد الخائنين وشمتة الأعضاء والتبنا في سائر تصرفاتنا واقفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا من دنيا من الدنيا ما تقينا به من فتنتها وتغنينا به عن أملها ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك نعمتك التامة ورحمة شاملة وعافية دائمة وعيشا رغيبا وعمرا سعيدا وإحسانا تاما وإنعاما عاما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا آمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهتم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة أعمالنا واكرم بالعافية عزونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالنا واسبب بسجالا عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح أعمالنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي ديننا اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة واخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واقفنا واسرب عنا شر الأسرار أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت على سيدتي خديجة رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان آمين وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ أهده وذمته
ونسر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتعيين كلمته وهجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى تموت عليها واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأورثنا غوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walamma ra'a hadhihi risalah Syekhuna Al-'Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nusayb, ahadu kibar ulama al-mudarrisin bil Masjidil Haram, qala: Aya muhdiyal bushra sa'idda lakal bushra binai ridha min tilkumul jaddatil kubra wa dumta qariral aini fi man tuhibbuhu tafuzu bima tarju bidunyaka wal ukhra. Tamam bihamdillah. Alhamdulillah pembacaan manaqib Siti Fadiyah parantos beres. Ini ulah jengken karena tahlil tapi waktu buka lami kene urang kupikeun heula qasidah 1-2 lagu. Tapi qasidahna teu make genjiringan ieu mah. Laleleus nu pakna ge. Lalemingan nu aya weh. Ya man 'alaika tikani hawil ilal khairi hali. يا من عليك اتكالي حول إلى الخير حالي والطف بأمري يا ربي فإني عبد قبيح الفعال وصل دهرا على من زينته بالكمال محمد خير هاد وكل صحب وآل يا Ya Allah Ramadhan tajalla wa bantasama tuba lil 'abdi idza ghtanama Ramadhan tajalla wa bantasama tuba lil 'abdi idza ghtanama arda maulahu bimal تزما طبان النفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طبان العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طبان العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طبال النفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان
الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تمسو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم تبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم تبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما تبال النفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما تبال النفس بتقواها رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط فعسى من عفو الله عطى لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وابتسما تبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما تبال العبد إذا اغتنما وأولاه بما التزما للنفس بتقوى نتواصل بالحباب والبطل المصطبا والنبي ثم الصحابة حبابه والنبي المصطبا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة وعلى بشار جادك رحمة وعلى بشار جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وليالي الخير عادت وسكى بماء السحاب تواصل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة مرحبا بالبهر المصلى وبمن قد حل معنا
مرحباً بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكف الخير طولنا والغرابة نتواصل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Kita baca tahlil dulu untuk orang-orang mulia yang kita hauli. Insyaallah orang masih yasin heula. Kita kiat kene masih yasin kiat kene teh. Ha? Eta mun hese senyum-senyum acan aduh asa pangpuasana ya Allah ya Rabbi. Santai santai ada senyum. Ada orang masih yasin sareng tahlil di pintu Habib. Allahu Akbar. Al-Fatihah wa Yasin, Tahlil, Tasbih. Walidina wa liwalidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' annallahi tawashahum birrahma wal maghfirah wa yiskinahumul jannah faraj gurubal muslimin wa yahdim lana bil husna wa huwa radin anna Anna Allah idhul niyatina wa niyatihim wa amalana wa amalihim wa agwalana wa agwalihim wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فيقول لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة عملت أيدينا نعم نصيب مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 صلي على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى أرواح من كان هذا التهليل بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود يقوم هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. ولك الحمد حتى ترضى. الحمد لله. ولك الحمد إذا رضيت. الحمد. ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وسلم تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. وحللناه من لا إله إلا الله. ما سبحنا سبحان الله بحمده. وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منا بفضلك نازلة وبركة شاملة هدقة متقبلة قدمي ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل أصحابه وأزواج ذريته وكافة آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين من رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان سيدنا علي الكرار عن ابن أبي طالب كافة العشرة المبشرين الجنة ثم إلى خلوص أنتي صاحب العوام صاحب الحسين أبا خديجة ذو الكبرى سيدة أبا فاطمة الزهرة معشر رضا سليمان حسن وحسين كافة كسا سيدة أمزة كافة أهل بدن أهل بيت رضوان جمع أهل بيت رسول الله صحابة الله أزواج رسول الله أحباب رسول الله ذريتي رسول الله أرسلنا إمام وجدنا سيدنا المزيد العابدين محمد الباقر جعفر الصادق علي الواردين سبقات الرضوان عن النقيب انسروا سيدنا المهاجر رضا سيدنا محمد انسروا منه انسروا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي
وصل من جنسر الوان القطب الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عثمان الفاني من جنسر القبار الجنسر الأزهر مقدم الثاني قطب عبد الرحمن بن محمد السقاف وإخواتي ورسل حبيب بكر السقران الحبيب أمان الضار عبد الله بن رحمة السقاف الحنيق السلام والنسل عندي حمد شعبد عبد الرحمن محمد بن ألي مولا عيدي محمد بن أبي جاء شعب بن رحمه رحمه ثمان سنة رجل شيخ أبو بكر بن سالم آمين أحمد مضارف أحمد أبي أحمد حسين أبي أحمد محمد الحبشي مولا شيخ عبد الرحمن محمد جوهري على رشيد يوسف بن أبي الأسين عمر بن أبي ليس أورك بعض الأنفاس أنا ما قلت عمر بن عبد الرحمن على الطاس ولاد الشيخ الشيخ عبد الرازق الشارع وثني بن الله الحداد وثني أبي أحمد زين الحبشي وزين زين أحمد مولا الحمدان آمين أبي أحمد محمد ما قلت أخرج يوسف ثم يا لور حبيب الإيمان محمد حسين الحبشي أبي أحمد سنة الطاس أمين سنة حبيب عبد الله بن سنة عبد الله بن شاطر الوثق ثم يا حبيب علي بن عباس الوارثي ثم يا خزون أنا أنا أول سبب الحبيب محمد بن علي المالكي والوالدي ثم يا الشيخ عمر كردي وحسن ثم يا الشيخ محمد يحيى بن محمد شمس الدين الشيخ إمام رافي ينتج العارفين بن محمد ثم يا الشيخ محمد كردي ثم يا عبد الغني بن أحمد التلميذي ثم يا شريفة شريفة عائشة بنت هاشم بن شهاب ثم حاجي فعاد بن داود ثم الرحمن رحمن بن وسيك ثم إلى لكاية بنت دايو ثم إلى أشي بنت مدعوري ثم إلى أنه بنت أنا منا نانا ثم إلى أنا سيوطي بن حجي حسن ثم إلى كرنيسة بنت رجانة ثم إلى حجي عثمان بن عبد الفتاح ثم إلى حجي أبو بن حجي جنيدي أمين ثم إلى مصطفى بن حجي والدنا ولك خاصة أمين أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا ياسا ويتلألا بين يدي واجعل فكاكا لهم من النار واجعل نجاة لهم من النار واجعل سترا وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز سيئاتهم اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة ولم يركب في الجنان أسري ولد عدنان قلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود من مقربين الشهود أرك السجود الموفين لك بنعود إنك ملك رحيم ودود واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر لرحمتك ومحل أوليائك والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسلم لك رفيق هذه الفضل من الله كفى بالله عليما واجعل مثل ثواب ذلك أضعف في ذلك في صحائفنا وصحائف آبائنا ومهدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فالحمد لله معاشر الحاضرين والحاضرات لتما فرح حبائب والأساتذة والحجاج yang berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangkaian acara yang istimewa peringatan haul Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra Sayyidatun Nisa'il Alamin radhiyallahu anha juga dirangkai dengan haul yang lain-lain di antaranya Sayyidina Al-Imam Al-Walid Abuya Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani dan siapapun mungkin juga Muhammad ini di haul juga Ramadan juga Muhammad Kurdi, Abu Hasan dan para sesepuh-sesepuh pendahulu-pendahulu kita orang-orang yang kehidupannya bisa dijadikan contoh tauladan
Inilah mereka-mereka yang menjadi manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang hebat. Itulah pada hakikatnya Islam. Islam itu membutuhkan manusia-manusia yang tampil dengan Islam. Kalau Islam tetap, nama Islam itu istimewa. Islam itu hebat. Islam itu tinggi. Islam itu agung. Tapi orang tidak bisa melihat Islam itu dengan keagungan Islam, dengan kemuliaan Islam, kehebatan Islam, melainkan dengan individu-individu Muslim. Itulah yang dilihat. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan, dipilih, ditunjuk oleh Allah sebagai tauladan, contoh. Itulah hidup beliau, diri beliau. Jika beliau dinyatakan sebagai tauladan, sebagai contoh, maka beliaulah yang pertama kali dikenal. Al-Amin, As-Sadiq, orang yang amanat, orang yang terpercaya. Siapapun kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan masyarakat ketika itu, tidak satu pun dari mereka yang ingkar. Walaupun yang kita baca di dalam sejarah, yang kita dengar dari sejarah, ada berapa manusia-manusia yang ingkar. Ingkar pada hakikat itu cuma dengan tujuan-tujuan. Hati kecil mereka tetap mengakui. Abu Jahal hakikatnya tidak mengingkari Nabi Muhammad. Dia sendiri yang pernah mengakui di malam perang Badar, malam 17 Ramadan, malam Jumat ketika itu. Dia sedang duduk sendiri, yang besoknya dia bakal mati, bakal mampus. Lagi duduk didatangi oleh Akhnas bin Shuraik Az-Zuhri, pimpinan dari Bani Zuhrah. Lihat Abu Jahal lagi sendiri didatangi. Lalu dia tanya, "Ya Amr bin Hisham, la hada baini wa bainak. Tidak ada antara kamu dan kita, tidak ada orang lain namanya Amr bin Hisham. Usdukni ma taqulu fi Muhammad." Coba jujur. Ya, apa pandangan kau, pendapat kau tentang Nabi Muhammad? As-sadiqun an kadhib. Apa benar itu? Apa bohong? Apa yang dinyatakan oleh Abu Jahal? Ma kadzaba Muhammadun qad. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Ini Abu Jahal ngomong sampai begitu. Nabi Muhammad tidak bohong. Wa kunna nusammihi aminan. Dulu kita panggil Amin, amanat orang yang kenal. Dia kalangan masyarakat kota Makkah. Orang yang amanat sekali. Yang ngomong siapa? Abu Jahal. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu amanat. Walimatu adi. Terus lagi itu kenapa engkau musuhin? Engkau akuin enggak? Dia itu benar, tidak pernah bohong, amanat. Kenapa dimusuhin? Di situ dia baru jelaskan sebabnya, karena iri, karena hasud, persaingan yang dia anggap, dia yang merasa Nabi SAW tidak ada urusan sama dunia, sama jabatan, sama kelompok, tidak ada urusan. Cuma dia aja Abu Jahal merasa dia Bani Makhzum, suku Bani Makhzum ini, dengan dia anggap sama Bani Hashim bersaing. Apakah Nabi Muhammad menganggap bersaing? Bukan saingan, tidak ada urusan. Karena dia merasa bersaing, semua yang dia anggap apa yang ada pada Bani Hashim ada juga pada Bani Makhzum. Sampai kepemimpinan yang ada pada Bani Hashim, Bani Makhzum juga ada. Semuanya hampir ada. Tiba-tiba di Bani Hashim ada yang jadi nabi. Siapa yang jadi nabi dari Bani Makhzum? Enggak ada. Akhirnya dia ingkari. Kalau gitu aku harus ingkari. Untuk menetapkan persaingan itu biar terus beradil. Nah itu. Cuma gara-gara dia merasa bersaing. Tapi Nabi Muhammad merasa bersaing. Enggak. Abu Jahal bukan saya sama sekali. Malah dengan ingkarnya dia, wah, dia tambah lagi jatuh. Bukan saingan sama sekali. Itulah Rasulullah SAW. Kehidupan beliau itu tampil dengan segala sifat-sifat yang baik. Sehingga kalau orang melihat Islam itu Nabi Muhammad. Melihat Islam itu beliau. Itulah beliau dinyatakan. Karena khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Ketika orang pengen tahu Al-Quran siapa? Ini kehidupan Nabi Muhammad. Lalu beliau cetak para keluarga dan sahabatnya.
Mereka pun dibentuk dengan bentukan serupa ini juga. Dibentuklah kehidupan Al-Quran. Disitulah mereka nanti tampil. Dengan akhlak-akhlak Al-Quran inilah kehidupan Al-Quran ini. Itulah Islam. Sehingga orang-orang akan melihat Islam itu apa? Ini manusia-manusia Islam. Sampai sekarang pun orang-orang Eropa Barat yang mereka itu takut masuk Islam. Kenapa? Karena nama Islam itu selalu digembosakan kepada mereka. Teroris, jahat, keras. Masyarakat hadirin rahimahumullah. Inilah inti yang mereka lihat. Jadi ketika mereka tahu Islam itu baik. Islam itu lemah lembut. Islam itu memiliki akhlak yang mulia. Islam itu suka senyum. Apa saja dari akhlak-akhlak yang baik pada Islam. Nah di situ mereka baru tahu itu Islam. Intinya orang itu melihat Islam itu dengan individu kita. Ketika umat Islam ini benar-benar menghidupkan ajaran Islam, orang bakal tertarik semuanya dengan Islam. Tahu Islam itu begitu. Tapi ketika umat Islam tidak melaksanakan ajaran Islam, mereka akan menganggap apa bedanya sama mereka. Apa yang aku akan jadikan tauladan? Apa yang membawa mereka untuk ikut-ikutan? Kalau semuanya perbuatannya juga sama. Masyiral hadirin, wal hadirat rahimakumullah. Inilah kalau kita melihat orang-orang yang hebat di dalam sejarah ini. Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Gimana beliau itu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tahu Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang manusia yang istimewa yang diutus oleh Allah. Sayyidah Khadijah sudah banyak dengar. Dari siapa? Dari sepupunya sendiri. Warqah bin Nawfal. Warqah bin Nawfal sepupu Sayyidah Khadijah. Tapi di masa itu, di masa jahiliyah, kan beliau melihat keadaan orang-orang jahiliyah itu menyembah yang mereka anggap Tuhan itu berhala. Orang-orang yang mikir benar-benar, masa patung dibilang Tuhan? Tidak masuk akal. Itulah yang membuat orang yang mikir tidak ikut-ikutan. Cuma sebagian langsung ikut-ikutan tanpa mikir. Ada juga. Lihat aja orang nyembah ini, keluarganya, bapaknya, ikut juga. Berhala, disembah, ikut nyembah juga. Berhala, batu, ya. Bisa ngapa-ngapa juga enggak? Ya. Ngomong enggak bisa. Tambah lagi mau makan. Mau ngasih makan, oh lebih jauh lagi. Ya. Gimana? Mau ngasih kehidupan. Orang berhala, dia sendiri enggak hidup. Enggak ada apa-apa, kan enggak masuk akal. Yang mikir, oh, sering kita gambarkan juga. Malah dia bukan sekadar hidup, makan, ngomong. Dia dijual belikan. Dianggap Tuhan. Kan aneh. Nah inilah. Ada beberapa orang di masa jahiliyah itu kan yang mikir. Di antaranya, orang kata Nawfal ini. Ya, kalau kita dengar juga yang sampai sempat masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga enggak ikut dengan gaya-gaya jahiliyah. Gak percaya sama berhala. Dia bahkan sholat nyembah Allah. Sebelum Islam. Sebelum dia masuk Islam udah nyembah Allah. Sujud aja untuk Allah. Caranya dia, cara dia sendiri. Ya, pokoknya sujud untuk Allah gitu. Sama berhala gak percaya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Itu kira-kira 4 tahun apa 4? Ya 4 tahun lebih dia berbuat seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari. Dia gak percaya sama perbuatan orang-orang jahiliyah. Warqah bin Nawfal ketika beliau ini gak percaya, dia cari petunjuk. Itulah dia belajar. Akhirnya dia dapat. Ada kelompok orang-orang Nasrani. Akhirnya dia ikut. Dia pelajarin ajaran Nasrani. Menunjukkan kepada Tuhan itu Allah. Bukan berhala. Akhirnya dia aktif di situ. Beliau belajar-belajar. Sampai banyak paham tentang ajaran Nasrani. Dan dari situ akhirnya beliau juga tahu akan diutus oleh Allah, ini masih murni, pelajaran Nasrani yang murni, bukan yang sudah, yang sudah ditahrif, yang dicampur, yang diaduk-aduk. Ini setelah beliau tahu, dia dapatin, memang akan diutus oleh Allah, seorang Nabi. Ini udah dekat masanya. Dari gambaran-gambaran tentang zaman, ya, kalau kita lihat juga sekarang, Dajjal, gambarannya udah dekat, nah, kayak kita sekarang ya. Gambaran-gambaran tentang Dajjal itu banyak. Ya.
Dari masa itu beliau sudah dekat tahu gambaran tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu banyak, sudah ada itu, ada semua. Sehingga terbayang, sudah dekat sekali masanya. Nah, sampai beliau itu, Waraqah bin Naufal, ketika melihat gambar, dia sudah tertuju sekali sama Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kecil itu sudah diperhatikan oleh Waraqah. Karena dia tahu sifat-sifat Nabi yang akan diutus ini. Sampai diriwayatkan ketika Rasulullah SAW diajak pulang oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Itu beliau macam Ansi Yusuf. Kan suatu hari Sayyidah Halimah itu pernah ngajak pulang Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba berhenti sebelum masuk kota Mekah. Dia kan dari kota Taif. Di pinggir kota Mekah istirahat. Istirahat, tiba-tiba Nabi SAW menghilang. Dicari, tidak ada. Hilang Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Halimah sampai bingung. Cari, tidak ketemu. Ya namanya di padang pasir, pinggir dan lain. Dia langsung masuk ke kota Mekah. Lapor dulu sama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendengar, langsung bergegas keluar. Di saat itu, Waraqah bin Naufal langsung ikut. Ikut. Apain Waraqah mau ikut? Tidak ada urusan dia. Urusan. Tapi dia tahu ini. Ada gambaran-gambaran di situ sudah banyak. Waraqah bin Naufal ikut mendampingi Abdul Muttalib mencari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu yang dianggap hilang. Nah, disitulah sampai Abdul Muttalib itu berdoa. Ya Rabbi, ruddali Muhammada. Fardudhu Rabbi, wastani' liyayada. Ya Allah, kembalikan Muhammad padaku. Kembalikanlah padaku, ya Allah. Berbuat baiklah padaku. Tiba-tiba ada jawaban. Itu bersama Waraqah. Ada jawaban dari suara gitu. Innahu ma'ana. Bahwa wahwa tahta syajarati kada wa kada. Di bawah pohon ini. Salah Abu Bi'aqsaniha. Lagi main-main dengan pohon apa ranting-ranting pohon itu. Akhirnya dapat petunjuk Abdul Muttalib. Langsung beliau pergi tempat didapatin Nabi SAW lagi main-main. Dan patut jadi main di bawah pohon tapi nanti dapatnya seperti isyarat itu. Waktu lihat langsung dipanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Seperti dipanggil. Sudah dekat. Rasulullah lihat. Rasulullah dekat. Hampir itu. Dia tanya, man anta ana Muhammad. Muhammad bin Abdul Muttalib. Itu Rasulullah jawab, Muhammad bin Abdul Muttalib. Langsung dipeluk. Ana Abdul Muttalib. Aku Abdul Muttalib. Ya, karena dia tahu waktu itu, Muhammad bin Abdul Muttalib. Intinya itulah, Waraqah udah perhatian berarti dari dulu sama Nabi Muhammad SAW. Dan Waraqah ini seringkali dapat apa-apa tentang Nabi, diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah rajin dengar juga. Nah, disitulah Sayyidah Khadijah pun ya, mulai ingin tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk Sayyidah Khadijah dari awal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah lil Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu anhu, suatu malam lahirnya Rasulullah SAW, di pagi hari lahirnya Rasulullah SAW, di malam lahirnya itu dia kan, ya, tiba-tiba ada seseorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi, lagi keliling-keliling di kota Mekah nyari-nyari di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tanya-tanya, ada malam ini seseorang yang lahir. Dia tahu dapat petunjuk Nabi Muhammad lahir. Karena Tuala Anajim Ahmad kan tampil ada. Mereka itu dapat isyarat dari kitab-kitab mereka. Kalau lahir nanti Nabi ada bintang yang mereka namakan bintang Ahmad. Kalau sudah terbit, nah itu berarti lahir dari surga. Karena itu dia lihat, mereka itu nunggu. Di suatu-suatu rumahnya itu yang mereka itu ulama-ulama yang nunggu. Kalau itu tampak, nah berarti lahir dari surga. Karena itu mereka tahu. Waktu itu lahir. Lihat ada. Dia cari di rumah-rumah orang-orang kota Mekah. Dia tanya-tanya sebisanya. Tiba-tiba dapat orang ibu-ibu kumpul lagi. Kirami-rami ibu. Langsung dia tanya. Ya Masya Allah Nisa. Apakah kalian tahu ada yang lahir di antara kalian malam ini? Mereka lagi rami-rami lagi ngomong. Gak ada, gak tahu cerita. Lalu dia jelaskan. Seandainya kalian tahu ada yang lahir malam ini. Dan jika kalian dapat untuk menjadi atau diperistri oleh yang jadilah kalian nanti. Jadi berusaha. Kalau salah satu kalian akan menjadi istrinya orang yang lahir malam ini, itu beliau adalah nabi penutup. Jadilah kalian istrinya. Semua wanita itu marah waktu itu malam-malam. Ini orang gila. Kita yang sudah seumur ini, ya, kumpul udah ibu-ibu banyak yang di situ. Ya. Tiba-tiba disuruh kawin sama orang yang baru lahir. Dilemparin orang Yahudi itu.
lemparin rame-rame mereka. Oh, pergi ini orang gila. Di situ ada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kan lebih tua, dia diam aja. Kalau memang sesuatu itu memang betul akan terjadi, siapa yang bisa nolak? Subhanallah. Dari awal itu sudah. Itu disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah lima amal zindidahkan. Tentang dari dulu berarti Sayyidah Khadijah sudah. Ya sudah banyak mendengar tentang Rasulullah. Dan ada perasaan waktu itu. Memang Allah SWT sudah tetapkan untuk beliau. Masyarakat hadirin rahimahumullah. Ini cerita Sayyidah Khadijah. Intinya, beliau itu selalu perhatian tentang Nabi SAW. Terutama dari sepupunya, Warqah bin Naufal. Ini banyak Sayyidah Khadijah dengar. Dari Warqah juga, ya terus membawa cerita. Dan itulah mereka ketika lihat Nabi SAW dan tanda-tanda ini, sangat tertuju kepada Nabi dan yakin sekali. Inilah kayaknya ya Nabi penutup yang sebagaimana yang diisyaratkan oleh kitab-kitab yang ada pada mereka. Karena itu Nabi itu diikuti terus. Dan Sayyidah Khadijah terus dikasih tahu. Masyarakat Alhamdulillah, rahimahullah. Kembali kita kepada Sayyidah Khadijah. Yang namanya orang kehidupan di masa itu dengan masing-masing. Tapi setelah beberapa lama, Rasulullah SAW ya hidup dengan Abi Talib. Namun setelah kakeknya Abdul Muttalib, tiba-tiba Sayyidah Khadijah mendengar ada cerita rumah tangga. Ini langsung ceritanya. Berarti kalau dilihat seperti ini pun menunjukkan Sayyidah Khadijah itu perhatian banget sama Nabi. Di rumah tangga Nabi, kenapa Abdul Muttalib, Abu Talib menyuruh Rasulullah SAW agar ikut berdagang. Ketika mendengar Sayyidah Khadijatul Kubra ingin menitip barang dagangannya untuk dibawa ke negeri Syam. Jadi Abi Thalib nawarkan kepada Rasul, gimana kalau seandainya engkau ikut dengan Sayyidah Khadijah dan membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Rupanya pembicaraan didengar oleh Sayyidah Khadijah. Gak mungkin Sayyidah Khadijah dengar kalau dia itu gak perhatian, gak peduli. Diperhatikan memang apa yang ada pada Rasul. Setelah Sayyidah Khadijah tahu, langsung Sayyidah Khadijah yang menawarkan. Bukan Rasul yang minta, Sayyidah Khadijah yang menawarkan. Ditawarkan juga. Bukan dengan upah. Dengan kira. Ya, dengan bagi untung. Ya, bagi, pokoknya Rasul bawa barang untung berapa? Bagi dua. Mana orang baru nitip sama barang langsung bagi dua gitu kan? Gak mudah. Sayyidah Khadijah ya, udah percaya banget sama Nabi. Jadi kalau beliau bawa barang, bagi dua untungnya. Sebanyak-banyaknya barang dititip sama Nabi Muhammad SAW. Gak pernah beliau berani nitip sama orang seperti yang beliau lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Terlebih dari itu, disepakati lagi, beliau nitip Maisaratul Ghunam, budaknya, hamba saya, untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang nitip, oh dikasih pembantu lagi, gak ada. Dikasih pembantu. Dan rupanya, secara diam-diam, setelah diteliti oleh ulama, menyebutkan tentang Maisarah ini apa tugas. Tugasnya membantu Nabi SAW, tapi tugas khusus dari Sayyidah Khadijah untuk memperhatikan apa-apa yang terjadi, apa-apa yang ada, apa-apa yang terjadi dalam perjalanan ini agar kau catat semua, ceritakan kepadaku. Itu maksudnya Sayyidah Khadijah. Itulah Maisarah ikut. Nanti Maisarah jalan apa saja yang diperlukan Rasul, dia bantu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi pada Rasul, nanti dia tampung semua. Pulang kepada Sayyidah Khadijah, langsung beliau cerita. Terjadi begitu, terjadi begini. Ini maghribnya jam berapa? Lewat nanti kita. Hah? Empat lagi. Hah? Nanti kalau lewat 10 kita. Jadi demikian Sayyidah Khadijah menitip. Langsung nanti pulang. Waktu pulang, Maisarah inilah yang cerita. Panjang lebar. Tentang perjalanan dan perdagangan. Waktu Rasulullah lagi jalan, panas, terik matahari, tiba-tiba awan yang menaungi. Ceritakan oleh Maisarah. Rasulullah SAW istirahat, duduk di bawah pohon, ranting pohon itu semuanya rebutan untuk menaungi Nabi SAW. Rasulullah dagang, jual, beli. Orang belanja itu, ya, beli, gak mau dikembalikan kemaliannya, ambil aja. Sampai keuntungannya itu berlipat ganda. Faraja abi awwa bi'arbahin wafirah. Dengan untung yang sangat banyak pulangnya. Udah harga ditetapkan,
lebih ambil aja, lebih. Jadi bayar, bayar tuh orang lepas aja kayak gitu. Pasti kepengen semua yang jarang gitu ya. Ini untuk para ambiak, katanya nabi-nabi kalau dagang begitu, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi, tapi khusus untuk Nabi SAW ini yang terjadi. Ya, apapun yang mereka dagangkan, mereka jual, laku seperti itu kalau nabi-nabi yang dagang. Jadi waktu pulang, untungnya luar biasa banyak. Dan Rasulullah, ya Sayyidah Khadijah, berarti bagi dua untung. Subhanallah. Ini. Jadi dari situ kan enggak lama nanti Sayyidah Khadijah akhirnya menawarkan untuk beliau nikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang dari dulu itu terjadi itu. Tetapi Allah, ya. Ini kenapa Sayyidah Khadijah? Nikah dengan dia Sayyidah Khadijah, seorang wanita terhormat, kaya raya. Banyak orang yang menginginkan beliau dan enggak mau. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mau sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang itu, tapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah, tidak berbuat melainkan ada petunjuk langsung dari Allah. Dia tidak berbuat apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya benarkan dengan petunjuk Allah dari awal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya itulah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wanita kaya raya, hidup dengan Nabi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya cinta luar biasa sama Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebelumnya aja Sayyidah Khadijah itu terus pengikutnya memantau Nabi. Rasulullah mau ke gua Ghor Hira itu dulu. Sayyidah Khadijah yang mempersiapkan bekal makan. Berapa lama? Dia enggak bisa ngomong apa, terserah ini. Manusia yang beda. Duduk di Gua Hira berhari-hari. Dengan bekal yang enggak mungkin lah bawa makanan yang banyak. Cuma duduk di Gua Hira kira-kira bawa air berapa drum. Kalau seandainya tinggal ya 10 hari, minggu, ya, lebih. Duduk di situ. Kadang-kadang sampai sebulan hampir katanya. Rasulullah bawa makanan. Iya, ala kadar sekali. Orang duduk di gua. Ya, kalau kita mikir, ya Allah, puasa sehari aja makanannya siapnya, untuk bekalnya sahur, ya, sudah siap yang lumayan. Nanti berbuka lagi, oh ini godoan ya. Rasulullah itu berhari-hari. Dinyatakan kalau Imam Masjid Al-Haram menyebutkan itu di antara bekal makanan yang dibikinkan Sayyidah Khadijah itu kuenya ka'ak kan ya. Bekal Sayyidah di dalam kitab itu ka'ak kan, kue ka'ak. Ya mungkin banyak yang tahu, mungkin juga ada yang enggak tahu kue ka'ak itu kue. Kalau habaib biasanya di rumahnya sering ada. Kalau enggak ada juga datang ke rumah ada terus biasanya. Terus Rasulullah dibikin kue ka'ak, kayak roti kering gitu ya. Kenapa katanya? Kalau roti-roti biasa itu kan akan berubah. Kalau roti-roti tawar lama-lama kering, keras. Gigitnya repot ya. Kalau kue ka'ak kan tahan sampai bisa lama berbulan-bulan. Dibawa ke situ ya tetap bisa dimanfaatkan. Itu Sayyidah Khadijah itu. Beliau pulang lagi habis itu. Dan Sayyidah Khadijah kalau Rasulullah datang pulang, enggak diganggu, suruh istirahat. Dipergi terus perhatian sama Rasulullah. Sampai beliau menerima wahyu. Sayyidah Khadijah lah yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sepakat ulama-ulama pada hakikatnya menyatakan Sayyidah Khadijah lah yang pertama kali masuk Islam. Walaupun nanti ulama menyatakan Sayyidah Abu Bakar ketemu, itu kan masih seakannya. Jadi Sayyidah Khadijah pulang ke rumah. Ada yang minta ketemu dulu di jalan sama Sayyidah Khadijah. Itu kan penakwilan-penakwilan. Tapi ya itulah intinya beliaulah Sayyidatun Nisa'il Alamin yang Allah pernah kirim salam. Allah kirim salam sama Sayyidah Khadijah. Waktu Malaikat Jibril datang, perintah Allah sampaikan salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Hah? Allahu salam. Allah ada salam dari Allah. Allahu salam. Salam itu Allah. Amin. Wa ala Jibril salam. Dan juga pada Malaikat Jibril yang menyampaikan salam. Wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu jawaban Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Ketika mendapat salam dari Allah, maksudnya Allahu salam. Jibril berkata, wa ala Jibril salam. Pada Rasulullah suaminya. Wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim barik alaih wa ala Sayyidah Khadijah. Karena waktu mungkin ya insyaAllah ya kita dapatkan keberkahan Sayyidah Khadijah. Dapat juga keberkahan Abu Isi Muhammad Maliki. Leonida kita tahu yang nulis tentang manakib Sayyidah Khadijah. Yang kita dapatkan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Isi Muhammad Maliki. InsyaAllah kita dapat keberkahan mereka-mereka dan para ulama kita. Para sahabat suaneh. Allah yanfa'na barakatihim. Allah yanfa'na barakatihim. Ya atina min khairatihim. Allah jama'ana bihim insyaAllah fi dunia wal akhirah. Rabbi fanfa'na barakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim. Amitna fi tariqatihim wa'afatim min al-fitani. Dan faqa ahli al-khair al-khair anuman. Wafiqna lil-khairi min aliyah. Rabbana atina fi dunia hasana. Fi al-akhirati hasana. Tawakina azab an-nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Al-Fatiha.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعليه habisin kormanya dulu kita salat maghrib dulu. Bismillah. Hamid, Hamid, mik nih, mik kurang tarik mik. Ini tarik semuanya, tarik semuanya.